طيب نطمن على بعض اللعيبه. مروان محسن اخباره ايه؟ الاصابات مروان الحمد لله رب العالمين خلاص اموره بقت كويسه، هيخش بالتدريبات الجماعيه ان شاء الله خلال يوم او يومين. عمرو السوليه هيخش معانا من بكره. اجاي ان شاء الله الرحمن هيكون موجود معانا من تقريبا من يوم الاحد اللي جاي ولا حاجه، ان ما لحقش تمرين يوم السبت هيكون موجوده مع المستبعدين من المباراه يوم الاحد ان شاء الله. يعني اجاي ممكن ياخد اي حاجه من الماتشات اللي قبل البطوله قبل كاس العالم مش كده؟ والله ده جزء فني، لكن على الجزء الطبي ان شاء الله الرحمن يبقى كويس يعني. فهنشوف الوضع ايه باذن الله. طب بالنسبه بقى لندفد ومحمد محمود، قول لي بقى كريم ندفد اخر تطوره ايه؟ والله برضو يعني المردود هايل جدا، يمكن هو اللي عطل سنه في الاسبوع اللي فات ان هو كان عمل عمليه نفس العمليات بتاعه الصباع اللي هي عملها حسين الشحات. لكن ان شاء الله باذن الله يعني هيكون اخر الشهر ده موجود في التدريبات الجماعيه اللي موجوده مع الفرقه، ممكن يحضر تمرين او تمرينتين قبل ما يسافر، ده الميعاد المقترح لحد دلوقتي يعني. لو ما كانش كده هيبقى بعد ما نرجع باذن الله. يعني بعد العوده محمد محمود يدخل مع الفرقه؟ لا كريم ندفد. محمد محمود بقى؟ لا محمد محمود هيبقى في مارس باذن الله، هو محمود متولي. هو محمد محمود ومتولي في مارس باذن الله. تمام. طيب شريف لسه عنده عرض ولا الكلام ده اتقفل خلاص؟ محمد شريف؟ اه. انا ما يعني ما فيش حاجه بالنسبه لي اقدر يعني اناقشها لمحمد شريف غير ان هو راجل مكمل معانا ولازم يركز معانا، واحنا مستنيين منه حاجات كتير، واللي جاي هيبقى بالنسبه لنا حاجات مختلفة عن الأول، واللي جاي بالنسبة له هيبقى صعب مش سهل يعني. لكن ما عنديش حاجة أناقشها على المستوى الاحتراف الخارجي يعني، بالعكس أنا محتاجه جدا جدا، والراجل محتاجه طبعا كعنصر مهم في الفرقة، فده الطريق اللي احنا ماشيين فيه، أهميته في الفرقة واحتياج الفرقة ليه يعني. احتياجات الفرقة خلاص اتقفلت في القيد الشتوي على كده مش كده؟ كابتن سيد معلش قبل ما ننهي على يعني، هو مركز ومش مشغول بالكلام ده محمد شريف؟ اه لا طبعا بالعكس، انت يعني انا عايز اقول حاجه بس يعني، اذا كان انت بدات لا ده احنا بنقفل بس ابواب يعني بدات تعرف طريق احراز الاهداف في النادي الاهلي وتحقيق بطولات مع النادي الاهلي، اعتقد ان الامر ده يجب اي حاجه ثانيه في التفكير يعني. ان شاء الله. الفرقه خلاص اكتملت على كده، ما فيش لحد لا طالع اعاره ولا صفقات جايه جديده. لا يعني دايما انا بقول يعني احتياجنا دايما في للفرقه كل اللعيبه موجوده ومتاحه وهنحتاجها، وكل واحد هيجي دوره. وانا الواحد دايما بقول للعيبه حاجه انا مقتنع بيها تماما يعني، انا ما اعرفش مين اللي ممكن يبقى على ايديه او رجليه في المكتب، ما اعرفش مين اللي ممكن يكون السبب الرئيسي في ان احنا ناخد لقب او نحصل على لقب او نحقق فوز في مباراه، ما اعرفش. لكن انت بالنسبه لك هيجيلك لما تقعد مع نفسك، ما تقيمش مرحله صغيره مثلا او عدد ايام او اسابيع بحياتك في النادي الاهلي، لان ده هتمر بمواقف، هتمر بمباريات وهتمر باحداث، فدماغك لازم تناسب الحدث اللي انت بتشتغل فيه اللي هو النادي الاهلي. عشان كده كل واحد هيلعب، كل واحد احنا محتاجينه، كل اللعيبه دي محتاجينه، وبندور دايما على قائمه قويه، دايما بندور على قائمه قويه، لان انا متاكد ان انت بتلعب دوري، كل يوم في حدث جديد، وكل يوم لا قدر الله ممكن يبقى فيه اصابات، ولا قدر الله ممكن يبقى فيه يعني مستوى مش هو اللي انت مستنيه ولا منتظره يعني. فبالنسبه لي لازم القائمه كلها تكون قويه، فعشان كده بيقول لي اللعيبه احنا كلنا محتاجين. فيما يخص بقى الاستقدامات او اللعيبه اللي جايه، الكرة فيها متغيرات كتير، ممكن النهارده ما يبقاش في حاجة، بكرة ولا بعده يبقى في حاجة تانية. طالما القيد أو الـ الـ الباب مفتوح، الانتقالات لسه مفتوحة يعني. طيب